أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين الحديث الخامس عشر من أحاديث باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في أمر الإمامة من كتاب الكافي الشريف، هذا الحديث يتضمن معجزة للنبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين والإمام زين العابدين عليهم الصلاة والسلام. وحاصل هذا الحديث أن امرأة تدعى أم أسلم. هذه طلبت من النبي علامة على نبوته. فأراها معجزة ثم ذهبت الى امير المؤمنين والامام الحسن والامام الحسين في الوقت نفسه في زمن رسول الله فاروها نفس تلك المعجزه وعاشت الى زمن الامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام بعد خمسين سنه او ستين سنه فاراها نفس هذه المعجزه لان رسول الله صلى الله عليه واله كان قد اخبرها بان الذي يريها تلك المعجزه هو الوصي من بعده وهم الاوصياء له صلى الله عليه واله قبل ان نتلو هذا الحديث الشريف نذكر مقدمه مختصره وقد اشرنا اليها فيما مضى وحاصل هذه المقدمة أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وهذه القوانين الطبيعية التي نراها إنما قدرها وقضى بها وجعلها الله سبحانه وتعالى بحكمته. مثلاً النار محرقة، لماذا النار محرقة؟ البعض يقول باقتضاء ذاتها لكن الصحيح ان احراقها لان الله سبحانه وتعالى جعلها سببا للاحراق ولو اراد ان يجعلها سببا للبروده مثلا لامكنه ذلك وهكذا جميع القوانين الطبيعيه التي موجوده في الارض والسماء البعض حينما يريد ان يقيس قدره الله سبحانه وتعالى يتصور خطا او لعدم معرفته بالله ان الله سبحانه وتعالى محكوم هكذا يتصور بالقوانين الطبيعيه كلا ليس الامر ذلك وانما القوانين الطبيعيه هي التي تكون محكومه لله سبحانه وتعالى ولذا كل ما شاء تغيير تلك القوانين الطبيعيه ذلك بقدرته نعم لان هذه القوانين جعلت لمصلحة وهذه المصلحة مستمرة، الله سبحانه وتعالى هذا القانون ما يغيره إلا في موارد خاصة يعبر عنها بالمعاجز، وحتى تعبير العلماء عن المعاجز هكذا خارق للعادة، يعني العادة أن النار تحرق لكن الله سبحانه وتعالى قال لنار ابراهيم: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. هذه النار التي تولد الحراره صارت تولد البروده. ولذا تشوف في الاخره هذه القوانين الطبيعيه تتغير تصير قوانين اخرى. لأن المصلحة هناك تتغير. الإنسان إذا أحرق يموت. لكن أهل جهنم بأجسامهم، لأن المعاد جسماني. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أهل النار بأجسامهم يحترقون ولا يموتون. ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. كما في القرآن الكريم. الإنسان القانون الطبيعي يتحكم عليه فليس له الخلود في الدنيا، يعيش سنوات وبعدين يموت، لكن في الآخرة هم فيها خالدون، القانون يتغير لان القانون بيد الله سبحانه وتعالى في هذا العالم لمصلحه جعله بطريقه وفي عوالم اخرى لمصلحه اخرى يجعلها بطريقه اخرى ومن ضمن حكمه الله سبحانه وتعالى ان جعل للانبياء ولاوصيائهم المعاجز اللي هي تخرق العاده. يعني القانون الطبيعي يتغير استثناء بحيث انه لا يتمكن غير الانبياء والاوصياء من تغيير ذلك لان الله سبحانه وتعالى جعل هذا القانون قانونا متحكما في الحياه. وإذا هو شاء يغيره غير ما يقدر يغيره. أن واحد يشير إلى الجبل، الجبل ينقسم، يخرج من هذا الجبل ناقة مع فصيلها، هذا أمر خارق للعادة، لا يمكن لأحد أن يأتي. بناقة وفصيلها بهذه الكيفية مثلاً. أو واحد يأتي عصا يلقيها على الأرض تتحول إلى حية تتحول إلى ثعبان تلقف ما يأفكون، هذا لا يمكن حسب القوانين الطبيعية، لكن الله سبحانه وتعالى في عصا موسى غير هذا القانون. أو حجر هذا الحجر تضربه بالعصا يجري منه عيون من المياه 12 عين بدون ان يكون له ماده هذا امر حسب القوانين الطبيعيه غير ممكن، لكن الله سبحانه وتعالى في حجر بني اسرائيل غير هذا القانون الطبيعي الى ان يضرب موسى عليه الصلاه والسلام الحجر فيجري منه عيون من الماء اذا حينما نقول ان المعاجز هي امور خارقه للعاده معناه ان الله سبحانه وتعالى اما مباشره يغير القانون لحكمه استثناء واما يعطي هذه القدره لولي من اوليائه وهذا يدخل ضمن بحث الولايه التكوينيه يعني الله سبحانه وتعالى اعطى الولايه في التصرف في الكون لاناس اكثر مما اعطى لاخرين هسه احنا كل واحد من عندنا له قدرة على التصرف يعني أنت الآن تروح للصحراء أو لأي مكان تراب تسوي منه كومة هذا التراب تغير فيه الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك هذه القدرة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الإنسان الآن الصناعات والتطور في العمران والعمارات وما إلى ذلك هذه يسخر القدرة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إياه لهذا التغيير لكن هذا إلى حدود قدرة الإنسان لها حدود مباشرة أو عبر الآلات آلات يصنعها وعبر تلك الآلات يغير لكن ان واحد يجي مثلا باشاره اصبع يشق القمر مثلا او واحد ياتي بكلمه قم يا عبد الله باذن الله يحيي ميتا او واحد بلمسه يد بدون علاج طبي يبرئ الاكمه والابرص هذه قدره والله سبحانه وتعالى اعطاه هذه القدره، لكن لم يعطها لغيره. هسه شنو المصلحه ان الله سبحانه وتعالى اعطى لبعض اوليائه هذه القدره من الانبياء والائمه؟ اولا لاثبات صدقهم. يعني اذا بالادعاء كل واحد يجي يدعي ما اكثر الناس المفترون على الله سبحانه وتعالى الذين يدعون انهم انبياء، انهم ائمه، انهم اوصياء، ما اكثر هؤلاء. زين كلامهم هام يشبه كلام الانبياء. يعني هذا المفتري اللي يدعي النبوه كذبا وزورا شنو يجي يقول؟ يقول اني الله بعثني لهدايتكم، وبعضهم يتكلمون كلام معسول. يخلطون حقا بباطل فيخدعون السذج من الناس زين الله سبحانه وتعالى اراد ان تميز بين الحق والباطل هذا الذي يدعي النبوه صادق او كاذب لذا حينما جاء موسى الى فرعون وذكر له انه أن الله سبحانه وتعالى أرسله ماذا قال فرعون؟ قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. أنت تقول أنه أنت جاي من قبل الله سبحانه وتعالى، شنو آيتك؟ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. وكذلك اليد البيضاء أراها له، وبعدين في تسع آيات أخرى. هذه مقدمة مختصرة. هسه نجي الى الرسول صلى الله عليه واله والائمه من ال البيت عليهم الصلاه والسلام. الرسول جاء بالمعجزه الكبرى اللي هي القران الكريم. وايضا الرسول إلى معاجز اخرى ذكر بعضها في القران كشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر ومعاجز كثيرة لكن اهمها القرآن. لماذا؟ لأن سائر المعاجز كانت وقتية. يعني الذين كانوا موجودين شاهدوا تلك المعجزة وانتهت، بعدين صارت خبر. هسه الآن اكو من الناس ينكر شق القمر من المسلمين. ولما تقرأ الآية في سورة القمر اقتربت الساعة. وانشق القمر يقول هذه مربوطه بيوم القيامه ويذكر تاويلات والروايات التي وردت في معاجز الرسول صلى الله عليه واله اكو بعضهم يجي ينكر هذه الروايات اساسا مع ان بعضها صحاح يكذبها يضعف اسنادها ينسبها الى الغلات مثلا واشكالات اخرى كثير منها اشكالات سخيفه لكن المقصود ان هذه المعاجز محدوده بزمان ومكان خاص وبعد ذلك تصير اخبار الان اكو من الملحدين وحتى من اليهود والنصارى من ينكر ان موسى عليه الصلاه والسلام ارى معجزه العصا واليد البيضاء أصلا منهم من ينكر أصل وجود موسى عليه السلام يقول ما ثابت عندنا لأنه الزمان عندما يطول كثير من الأمور تنسى يختلط الحق بالباطل لذا في التاريخ أكو كثير من الكلام غير الصحيح لذا هناك قواعد لتمييز الصحيح من غير الصحيح تجميع قرائن وأحيانا الإنسان ما يقدر يوصل إلى نتيجة عموما ذولا مثلا الكبار السن مثلا قبل خمسين سنة ستين سنة سبعين سنة عاصر قضية كل الناس في ذلك الزمان قبل خمسين ستين سبعين سنة يعلمون بها لكن الآن بعد مرور سنوات طوال أكثر الناس لا يعلم بذلك وبعض الناس يقول سامع وبعض الناس يقول من يقول صدق مثلا لذا أراد الله سبحانه وتعالى لأن دين محمد صلى الله عليه وآله خاتم الأديان ولا نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله أراد أن تكون المعجزة مستمرة في زمن الرسول باستمرار القرآن كان ينزل وهذا القرآن بين الدفتين موجود بأيدينا لحد الآن وإلى أن تقوم الساعة معجزة مستمرة يعني مثل ما الذين كانوا في عصر الرسول يستمعون إلى هذه الآيات ويقرؤونها نحن في هذا العصر نستمع إلى نفس تلك الآيات ونقرأها فعلى كل حال هذه معاجز الرسول صلى الله عليه واله وكذلك معاجز الائمه، القران معجزه خالده لكل الاعصار وسائر المعاجز كانت لاناس خاصين في زمان خاص في مكان خاص ثم بعد ذلك نقلت لنا ونحن نصدق بالاثار الصحيحه ولا داعي لإنكارها لأنه أولا نعلم بأن الله سبحانه وتعالى قادر ونعلم بأن الله سبحانه وتعالى أعطى المعجزات لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام وهذه المعجزات نقلت إلينا بأسناد صحيحة ليش تجي تنكر ما إلى الداعي إلى الإنكار هل تنكر الكبرى هل تنكر قدرة الله سبحانه وتعالى هل تنكر المعاجز للانبياء عليهم الصلاه والسلام؟ لا، وقد ثبت ثبتت تلك المعاجز للانبياء بنقل القران الكريم، تصدق بالقران. وايضا بالاثار الصحيحه. فاذا معجزه اخرى جاءت بسند معتبر، في كتاب معتبر، لا داعي لانكارها. بل نصدق بها و تصديقها تصديق بقدرة الله سبحانه وتعالى. على كل حال بعد هذه المقدمة نأتي إلى هذا الحديث الشريف. جاءت أم أسلم يوما إلى النبي. هذه أم أسلم غير حبابة أو حبابة الوالبية. القصة شبيهة لكنها قصتان. الآن المتعارف بين الناس وحتى بعض الخطباء يتلون قصة حبابة أو حبابة الوالبية على المنابر لكن هناك قصة شبيهة بها هي قصة أم أسلم قصة أم أسلم هذه أيضا شبيهة بها لكنها تختلف عن قصة حبابة أو حبابة الوالبية في بعض التفاصيل جاءت ام اسلم يوما الى النبي صلى الله عليه واله وهو في منزل ام سلمه لان النبي كل يوم كان في بيت احدى زوجاته فسالتها عن رسول الله صلى الله عليه واله فقال فقالت خرج في بعض الحوائج والساعة يجيء يعني انتظري قليلا سياتي رسول الله صلى الله عليه واله فانتظرته عند ام سلمه حتى جاء صلى الله عليه وآله فقالت أم أسلام بأبي أنت وأمي يا رسول الله فديتك أبي وأمي إني قد قرأت الكتب لعلها تقصد الكتب السماوية من التوراة والإنجيل لأن هذه الكتب قسما منها كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وعلمت كل نبي ووصي، يعني اخبار الانبياء السابقين المذكورين في الكتب، واخبار اوصيائهم قد علمت بها. فموسى كان له وصي في حياته ووصي بعد موته. وصي موسى في حياته كان هارون، وقال موسى لاخيه: هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولو كان يعيش هارون الى ما بعد موسى كان ايضا وصيه بعد موسى، لكن هارون مات في زمن موسى فالله سبحانه وتعالى جعل وصيا اخر لموسى وهو يوشع ابن نون. فموسى كان له وصي في حياته ووصي بعد موته، وكذلك عيسى. عيسى كان له وصي في حياته وهو كالب ابن يوفنا حسب ما ورد في كتاب مقتضب الأثر ومات كالب في زمن عيسى فالله سبحانه وتعالى جعل وصيا آخر لعيسى هو شمعون الصفا وهو جد نرجس أم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وكذلك عيسى فمن وصيك يا رسول الله لأن رسول الله لم يكن بدعا من الرسل ما كنت بدعا من الرسل الله سبحانه وتعالى اختار رسل واختار لهم أوصياء فمن وصيك يا, موس يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وآله زين الرسول صلى الله عليه وآله شاف الأم أسلم طالبة حق هي قارية في الكتب تعلم أراد أن يعطيها علامة، فقال لها يا أسلم وصي في حياتي وبعد مماتي ما واحد إذا وصي موسى ووصي عيسى كان اثنان واحد في حياته واحد بعد مماته ما أما الرسول محمد صلى الله عليه وآله فوصيه في حياته وبعد مماته ما هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. ثم قال لها يا أم أسلم من فعل فعلي هذا فهو وصي شنو الفعل ثم ضرب بيده إلى حصات من الأرض شالفت حصات ففركها بإصبعه فجعلها شبه الدقيق طحين مثلا ثم عجنها هاي كلها بطرق إعجازية ثم عجنها ثم طبعها بخاتمه كان عند خاتم طبعها بذلك الخاتم سابقا الخاتم كانوا يضعونه في اصبعهم في المحبس ثم طبعها بخاتمه فرجعت الحصاد كما كانت مطبوع عليها الخاتم لأن هذا امر خارق للعاده أولا أنت تشيل حصات بإصبعك تفركها تجعلها دقيقا عادة هذا لا يمكن لازم بآلة أنت تجعلها دقيقا وبعدين هذا الدقيق بإيدك تسوي عجين ثم تطبع فيه الخاتم ثم يرجع إلى حصات صماء مرة ثانية مثلا ثم قال من فعل فعلي هذا فهو وصي في حياتي وبعد مماتي ما فخرج فخرجت من عنده او فخرجت من عنده او فخرجت من عنده فاتيت امير المؤمنين فقلت بابي انت وامي انت وصي رسول الله؟ قال نعم يا ام اسلم، كان معروف الناس يعلمون ان علي بن ابي طالب هو وصي الرسول صلى الله عليه واله. ثم ضرب بدون ما تقول له ثم ضرب بيده إلى حصات ففركها فجعلها كهيئة الدقيق ثم عجنها وختمها بخاتمه ثم قال يا أم أسلم من فعل فعلي هذا فهو وصي أمير المؤمنين أيضا قال إذا تردين تعرفين وصي من هو من فعل فعلي هذا فأتيت الحسن وهو غلام الغلام يطلق على الطفل الرضيع إلى واحد عمره ثلاثين سنة لذا في قضية علي الأكبر عليه الصلاة والسلام الإمام الحسين يقول لقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله وكان عمر علي الأكبر 28 سنة وقيل 18 سنة فأتيت الحسن وهو غلام فقلت له يا سيدي أنت وصي أبيك فقال نعم يا أم أسلام وضرب بيده فأخذ حصاة ففعل بها كفعلهما يعني كما صنع رسول الله وصنع أمير المؤمنين صنع الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام وهو صغير فخرجت من عنده فأتيت الحسين وإني لمستصغرة لسنه يعني شفت صغير جدا لأنه الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام بشر لكنهم بشر فضلهم الله سبحانه وتعالى بأمور كثيرة. لذا ميلادهم كسائر الناس إلا عيسى عليه الصلاة والسلام استثناء كان الذي ولد من غير أب. فحينما يولد يولد هو رضيع مثل سائر الرضعان ويرتضع كسائر الرضعان. وينمو وهكذا هسه هو الى امتيازات الى فضائل الى علم الى فهم عيسى عليه الصلاه والسلام يتكلم في المهد وهو نبي وهو في المهد مثلا هذه امور ترتبط بفضائلهم اما بشر بشر قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي فاتيت الحسين واني لمستصغره لسنه فقلت له بأبي أنت وأمي أنت وصي أخيك فقال نعم يا أم أسلم ائتيني بحصات هسه هو الإمام ما شال الحصات لعله كان في مكان ما فيها حصات مثلا أو لصغره في الظاهر مثلا ثم فعل كفعلهم هذا كان في زمان الرسول لأنه ذكرنا في بعض الحلقات الماضية أنه الأئمة عليهم الصلاة والسلام هؤلاء كل إمام موجود في زمن الإمام السابق أو في زمن الرسول فهو إمام لكنه صامت يعني الإمام أمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين كان في زمن رسول الله وكان كلهم أئمة لكنهم صامتون الصامت يعني شنو؟ يعني الرئاسة والأمر والنهي للرسول وهم يطيعونه لكن هذا لا ينافي كونهم ائمه مثل هارون وموسى هارون نبي وموسى ايضا نبي لكن هارون مطيع لموسى والرئاسه لموسى اذا كان يغيب موسى هارون كان يكون بدلا منه لكن مع وجود موسى الرئاسه له لا لهارون مع كون هارون نبيا هكذا بالنسبه الى الأئمة عليهم الصلاة والسلام مع رسول الله وكذلك كل إمام مع الأئمة الذين قبله. واحد منهم ناطق له الرئاسة والأمر والنهي والآخر أو الآخرون ساكتون. فأمير المؤمنين والإمام الحسن والإمام الحسين كانا في زمن رسول الله وكانوا أئمة لكنهم صامتون. ما دام الرسول صلى الله عليه وآله كان حيا فعمرت أم أسلم إلى أن حتى لحقت بعلي بن الحسين بعد قتل الحسين الإمام الحسين استشهد في سنة واحد وستين هسا أفرض أن هاي القضية قضية أم أسلم مع الرسول كانت في أواخر حياة الرسول قول مثلا في السنة, السنة الخامسة السادسة السابعة قول السنة العاشرة من الهجرة مثلا واستشهاد الإمام الحسين في سنة واحد 61 يعني بعد خمسين سنة أو أكثر فعمرت أم أسلم حتى لحقت بعلي بن الحسين بعد قتل الحسين عليه السلام في منصرفه يعني بعد رجوعه من كربلاء فسألته أنت وصي أبيك فقال نعم ثم فعل كفعلهم صلوات الله عليهم اجمعين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا هدايه ومعرفه بهم وبمقاماتهم، هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.